السلام عليكم، معاكم بسمة العليمي من فريق أوروا أوريجامي وورلد أكاديمي أو أكاديمية عالم الأوريجامي. هنعمل النهاردة تصميم من التصميمات بتاعت المجموعات التعليمية، وبحب أفكركم دايما إن انتوا ترجعوا للفيديوهات الأولانية عشان تشوفوا اليونتس لما عملناها مع بعض عشان أي تصميم بالنسبة لكم يكون سهل. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل أنهي تصميم. هنعمل التصميم ده، تصميم العصفورة ده. زي ما انتوا شايفين التصميم ده من التصميمات البسيطة جدا جدا جدا، ما فيهوش غير حاجتين، لوز سكرول او لفة مفتوحة وتايت كويل اللي هي اللفة المشدودة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. زي ما احنا اخدنا مع بعض قبل كده، اما بنيجي نعمل لفة مفتوحة هنعمل واحدة سريعة كده مع بعض عشان نفتكر. انا هقطع كده نص الشريحه بالسيزرز، انا بشتغل دلوقتي بالشرايح الكانسل، بنلف الشريحه. مثلا لو هنعمل دي، شايفينها كيرفت كده بالتويزرز، هنخليها كيرفت كده ونبدأ نلزق عادي جدا. قلنا بنلزق الحتة الملفوفة الأول وبعد كده الحتة السايبة. طيب ايه تاني عندنا؟ عندنا كمان التايت كويل. تعالوا نعملها بنص الشريحة التاني. انا هعملها بالإبرة بالحجارة عشان تبقى سريعة، ونلزق بنقطة صغيرة. زي ما انتوا شايفين انا عامله هنا تايت كويلز باحجام مختلفه وبالوان مختلفه. ممكن احط اللي انا عملتها دلوقتي دي مثلا هنا. طيب في ايه تاني؟ الحته دي لو احنا شفناها في الكارت هنلاقيها معموله ازاي، زي ما عملنا قبل كده مع بعض ديل الحصان وشعر البنت. تعالوا نعملها تعالوا نقص الشريحة كده، نقص الشريحتين نصين، نحطهم كلهم على بعض. فاكرين كنا بنعملهم ازاي؟ كنا بنحط بداية الشرايح كلها مع بعض، والنقطة دي مهمة جدا عشان تطلع مستوية كده وحلوة. وكنا بنجيب التويزرز ونمسكهم بيه كده ونلف. ونشد. فبقت عندنا العقدة وعندنا الأطراف السايبة. تعالوا نشوف لو هنعملها هنا هنعملها ازاي. ادي العقدة بتاعتي هتلاقيهم كيرفت كده، فتعالوا نعملهم كيرفت كده، كيرف خفيف عشان نعرف بعد كده ايه نلزقهم. اهو زي ما انتوا عارفين بنحط الغرة، بنلزق الجزء المشدود الملفوف يعني، وبعد كده بنبدأ نمشي بشريحة شريحة بالغيرة برضو. يعني مثلا الشريحة دي هتكمل كده للآخر، حتة حتة لحد ما نوصل لإيه؟ للغصن الأساسي ده. طيب من الحاجات اللي موجودة في الكارت بس أنا ما عملتهاش هنا، هو ماشي على كل الخطوط اللي في التصميم بالشريحة على الخط. أنا هنا عملت حاجة مختلفة، أنا هنا عملت بداية الجناح ده كأنه دمعات. تعالوا نفتكر مع بعض بسرعة الدمعة كانت بتتعمل إزاي. ناخد جزء كده نحطها في الإبرة ونلف، نسيبها تفتح. أنا مش عايزاها كبيرة هنا بنقطة الجلو. نقفل، عملنا شكل الدمعة زي دي بس هنا عشان هو اكبر شوية فانا حطها هنا. وبقية التصميم كله زي ما انتوا شايفين هو عبارة عن لوز سكرولز بس، يعني هو عبارة عن لفات مفتوحة بس. طبعا التصميم ده يطلع منه الوان في منتهى الجمال، لانه زي ما انتوا شايفين هو متنوع ومليان مليان لوز سكرولز. فلو احنا مثلا عملنا الجناحات بالوان والديل بالوان
والجزء ده اللي هو يعني الزهرة اللي هو بيشم الرحيق بتاعها بألوان هيبقى تصميم تحفة جدا. عشان كده احنا مستنيين نشوف تصميماتكم على البيج، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وياريت نعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد من قريبة. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.